هذا هو القرآن أيها الإخوة في واقعيته، لا يزيف أيها الإخوة، لا ينظر إلى التاريخ والوقائع والأحداث نظرة انتشائية تبجيلية تمجيدية، نظرة أمثلة، لأن هذه الأمثلة والتمجيد في غير محله كذب، اختلاق نوع من التاريخ الزائف يضلل وعي الأمة، يضلل وعي الأمة وبالتالي يوعر طريقها، يجعل علامة الطريق غير ظاهرة، غير مستبينة، غير لائحة. من المستفيد؟ سوف نرى بعد قليل من الذين يستفيدون من أمثال هذه الخطة، وهي خطة جهنمية أيها الإخوة، خطة إنجاز التعبير جهنمية ومحكمة ومخيفة، جعلت هذه الأمة قروناً وإلى يوم الناس هذا تستغفل ويضحك عليها. خاتم النبيين والمرسلين صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تسليماً كثيراً في كوكبة وزمرة من أصحابه الأبرار المطهرين. القرآن أيضاً ملآن من ذكر هؤلاء، على أنه لا يعرض لذكرهم على نحو من التمجيد والتبجيل والاحتفاء وحده، بل يعرض أيضاً لذكرهم على نحو من العتب الشديد أحياناً والتثريب والتقريع أيها الإخوة، ليقيم منهم لأنفسهم عبرة وعظة وللأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولا أحسبني محوجاً ولا ملزوزاً أن آتي بطرف على سبيل الاستقراء أيها الإخوة، فهذا يضيق عنه المقام، ويحضر كل منكم ومنكن طرف لا بأس به من هذا المعنى، كقوله تبارك وتعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. السياق الكريم ومعروف الخلفية التاريخية التي نزلت عليها هذه الآيات، لقد تنازعوا وتضاربوا أيها الإخوة من أجل المغنم، فجاء القرآن مباشرة معقبا معلقا ومعلما ومصححا في أحد. إن الذين تولوا منكم أيها الإخوة، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. استزلهم، يسجل هنا خطأ وخطيئة أيها الإخوة، خطأ وخطيئة بشكل واضح، بشكل واضح. الله هو المتحدث، لا إله إلا هو. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم، كالغم الذي أصاب الكفار في بدر أصابكم في أحد بسبب هذه المخالفات، بسبب هذه المخالفات. ونحو هذه الآيات في خيبر أيها الإخوة، في الخندق عفوا، في الخندق، الأحزاب، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. القرآن طافح أيها الإخوة بأخبار المنافقين من الصحابة الذين كانوا أصحابا في الظاهر، إلا أنهم ينطوون على دغل وعلى نفاق. واقرأوا سورة التوبة أيها الإخوة. وأيضا فيما يتعلق بالأحزاب، في سورة الأحزاب منافقون وفي قلوبهم مرض، القرآن ملآن، القرآن لم يقل مرة إن الذين كانوا يكتنفون رسول الله هم كمل وصادقون كلهم، لم يقل هذا، قال فيهم وفيهم، فيهم وفيهم، وهم على طبقات وأنحاء، ليسوا معنى واحدا وليسوا شيئا واحدا. هذا تزييف أيها الإخوة، تزييف وإدخال على الدين ما ليس منه. هذا هو القرآن العظيم يتحدث، الله يتحدث، ليس الرواة وليس المخرجون وفلان عن فلان عن فلان عن فلان، الله يتحدث حديثه القاطع الصارم الباتر لا إله إلا هو. هكذا: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قيل لم يبقى معه إلا 12، إلا 12، عجيب، هرعوا إلى القافلة. نزل القرآن مصححا: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، لا عقل لهم هؤلاء ولا أدب لديهم، عتب شديد وتثريب مؤكد مفضع، أليس كذلك؟ هذا هو القرآن الكريم. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا،
فليحاذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. الآية يتسللون في الأحزاب أيضا. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. الآية. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ. الآية. هؤلاء المخلفون. هذا القرآن. هذا هو القرآن أيها الإخوة في واقعيته، لا يزيف أيها الإخوة، لا ينظر إلى التاريخ والوقائع والأحداث نظرة انتشائية تبجيلية تمجيدية، نظرة أمثلة، لأن هذه الأمثلة والتمجيد في غير محله كذب، اختلاق نوع من التاريخ الزائف يضلل وعي الأمة، يضلل وعي الأمة وبالتالي يوعر طريقها، يجعل علامة الطريق غير ظاهرة، غير مستبينة، غير لائحة. من المستفيد؟ سوف نرى بعد قليل من الذين يستفيدون من أمثال هذه الخطة، وهي خطة جهنمية أيها الإخوة، خطة إنجاز التعبير جهنمية ومحكمة ومخيفة، جعلت هذه الأمة قروناً وإلى يوم الناس هذا تستغفل ويضحك عليها. لصالح من؟ من المستفيد؟ أنا أقول لكم القبيلة الملعونة، قبيلة المستبدين والطواغيت فقط، الظلماء الذين يدوسون هام هذه الأمة ويغتالون حقوقها. كيف؟ موضوع معقد، معقد وطويل، الشعوب والذيول، لكن قد يلوح منه جوانب إن شاء الله بعد مضينا قليلا وبعيدا في الحديث بحول الله تبارك وتعالى. هذا هو القرآن، هذا هو القرآن، خطة متوازنة لعرض الأشياء بصدقية تامة وكاملة. أحجب من هذا كله سورة النور التي أبت إلا أن تؤرخ أيها الإخوة وتخلد حادثة، أنا أقول مروعة، فظيعة، مخيفة، مزلزلة، حادثة تورط جماعة من الصحابة الصادقين مع نفر من المنافقين يتزعمهم رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول لعنة الله عليه، الذي تولى كبره وباء بأعظم إثمه، حادثة الطعن في حرم رسول الله، في عرض رسول الله. وطبعا واضح جدا وبدهي أيها الإخوة أنه لولا أن القرآن خلد هذه الحادثة لدفناها، ما ينبغي أن يتحدث فيها أحد، إنك أثيم زنديق، لماذا؟ من المستفيد؟ لماذا تتحدث أن بعض الصحابة طعنوا في عرض أم المؤمنين وأقيم عليهم حد القاذف؟ نعم، جلدوا على مرة من الناس هكذا، لم يبهرجوا وإنما جلدوا. أيها الإخوة، القرآن هو الذي فعل هذا، خلده ليكون عبرة لنا، منارة أيها الإخوة، ضوابط وصور وعلائم تعلمنا كيف نكون واقعيين وذوي صدق وصدقية في درس تاريخنا والتعاطي معه.